بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة قلنا يا جماعة في فيديو في اليوتيوب هنا حل في قناتنا برضو حل مسائل بعض الكونكشن بطريقة اسمها طريقة النقطة البوينت. ارجع له هتشوف بقى كذا مسألة هنا هتعرف تحلها قوي. وفي الفيديو اللي فات اتكلمت عنه. يلا بسم الله. استأذنك الانترودكشن لو بتتفرج على الفيديو ده وما اتفرجتش على اللي فات، الانترودكشن بتاعت الفيديو اللي فات مهم عشان ما عدهاش تاني واطول على الناس، اللي هي بتاعت سيريس بارالل، الاي اس كونستانت، الفي اس كونستانت، الار بتزيد وتبقى اكبر من اكبر، الار بتقل وتبقى اصغر من اصغر، امشي ورا مين، اعمل ايه، قسم ايه، الكلام ده اللي هيخليك تحل. وبعدين ارجع بقى للمسألة اللي انت عايزها. بسم الله. بوينت 1 2، فرع فاضي 2، فرع فاضي 2، صح؟ مش الاولويه للفرع الفاضي. ايه ده؟ يبقى السيفن دي هتتلغي ولا لا؟ ها سري خرجت، خلي اخر نقطة هي نقطة الخروج. يلا 1 2 3 1 2 12. محدش يقول لي بقى يا مستر ايه؟ اعمل لي طريقة حل بيها اي مسألة. مفيش في الحياة كده خالص، مفيش في الحياة كلمة تحللك اي مشكلة، مفيش كلمة في الحياة تحللك اي مشكلة. ماشي يا جماعة. كمان الناس بس اللي عايزة تطمن كده، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، علمت أنه لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، ها فاطمأن قلبي. شفتوا الثقة دي جاية منين؟ جاية من كده بس. اللي انت عايزه يا رب لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك بشيء لن يضروك، مش هيضروك إلا كان كتضلع عليك. خلاص يبقى طالما الأمر إلهي خلصت وترضى رضا. يلا 1 2 3، من 1 ل 2 12 اشطب عليها، من 1 ل 2 6 ماشي اشطب عليها، اللي تاخده تشطب عليه، ها ده فرع فاضي، من 2 ل 3 15 ماشي 15 اهي اشطب عليها، من 2 ل 3 30 اشطب عليها، من 1 ل 3 14. يلا يبقى دول parallel بفور، ودول parallel بتن، فور مع التن سيريس يعملوا 14 parallel ل14 يعملوا 7 او. تاني يلا 1 و 2 12 1 و 2 6، يبقى دول parallel اهو، 2 و 3 30 2 و 3 15، يبقى دول parallel. يبقى احنا عملنا ايه يا شباب؟ خدنا دول parallel ودول parallel، وده مع ده في نقطة واحدة اهي سيريس، وده مع ده بارل. قشطة. طب والسيفن اتلغت ليه؟ يلا نبص، يلا نبص. الاي ماشي كده صح؟ اه هيتقسم كده وكده، هيمشي في الفاضي ولا لا؟ ولا ايه؟ يتجمعوا هنا، يبقى دول يتقسموا يتجمعوا هنا ولا لا؟ تمام. وبعدين هيجي هنا، ده نازل كده اهو صح؟ هيبص، فواحد هيقول لي ايه؟ واحد هيقول لي بص، طب ما يمشي في الفرع الفاضي ده يا مستر. اقول له لا. ليه؟ لان ده مش فاضي. ازاي مش فاضي؟ هو مش شايف ان في سيرت هنا ولا ايه؟ يبقى الكرنت قبل ما يمشي بايه؟ بيبص كلمه احمد سمير. يلا، وبطريقه البوينت اسهل طبعا. مساله رائعه. In the opposite electric circuit the value of، دي تيجي في الامتحان طبعا، تيجي في طبعا، تيجي طبعا، مسألة حلوة قوي. بيقول ايه ده؟ the value of equivalent resistance in case of opening and closing، opening و closing. وحياة ابوك، مش عايز اقول كلمة بس يعني ايه عشان بس ما حدش يفتكر اننا عايزين تاخد معانا. لو المفتاح في الفرع الفاضي، فاكر كلمة المفتاح ومفتاح فرع فاضي، حس المفتاح. استأذنك في حاجة، لو المفتاح ده مفتوح مش الكهرباء هتمشي كده؟ طب لو مقفول هتمشي كده برضه. والله العظيم. يبقى تنقي الرقمين اللي شبه بعض صح؟ فين الرقمين اللي شبه؟ في رقمين شبه بعض تاني؟ اه في، يبقى نحل بقى. في يبقى نحل. قشطة؟ يلا. يبقى لو المفتاح مفتوح نلغي ال1، ويبقى دي 9 او. بتنقي بقى تاني ولا ايه؟ ما التانية هتطلع 9 برضه ولا ايه؟ ليه؟ لانه لو مقفول على مهلك ولا يهمك وما تستعجلش، مش كل الناس في مستواك. يلا كهرباء تيجي هنا تبص تلاقي 1 و0 بارلل ولا لا؟ 1 في 0 على 1 زائد 0 يدي 0 صح؟
بلاش مش في البارالل ار ايكويفالنت بتطلع اصغر من اصغر ار ها صح ولا لا في اصغر من زيرو بلاش الكهرباء تيجي تبص تلاقي واحد في 1 اوم والتاني في زيرو تمشي في الزيرو بس وتكمل في 3 و 6 ولا لا يبقى 9 و 9 بيضحك عليك بس ها بيقول لي ايه الغلطه هنا جميل انت غلطت هنا مش لانك مش عارف تحل تخافش انت غلطت هنا عشان ما قريتش السؤال كويس بس والله العظيم ولو انا قريته زيك كنت غلطت برضه بيقول لي ايه انت رحت قايل ايه كلوزنج ذكي ما هو كلوزنج ذكي الكهرباء هتمشي كده الريزيستنس بزيرو ولا ايه فانت رحت منقي زيرو لا انت ما قريتش السؤال كويس بيقول ايه ان ذا اوبوزيت الكتريك سيركت the difference between the equivalent resistance the difference يبقى هات لي R1 و R2 R equivalent 1 و R equivalent 2 واطرح الماينس لو الكي is open خلاص الغي ده بقت في 4 فوق و 4 تحت R equivalent 2 ده لو الكي is open دي R equivalent 1 طيب R equivalent 2 بقى لما اقفل كهرباء تيجي هنا تبص تلاقي فرع فاضي يمستر ما برضه هو اوبن كان فاضي لا وهو اوبن كان فيه فور وبعدين تنزل من هنا اهو تروح اهي يبقى ار ايكويفالنت بكام يبقى الفرق بينهم 2 ولا لا اللي بعده شباب فرعنا يلا لو الكي از اوبن الغي الفرع اللي فيه ايه ده الغيه وبصوا المساله هتبقى ازاي والله سهله قوي 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 6 اهي وبعدين 12 اهي النبي ركز معايا 6 اهي 12 اهي لسه في فرع فاضي هنا بقى صح كده طب وده بقى اتلغى خالص مفتوح اوبن الكهرباء داخله من هنا خارجه منين يا عم خارجه من هنا يلا نقطه يا عم 1 2 ها 2 فرع فاضي 3 كان ينفع اكتب دي 2 لا ليه 2 فرع فاضي اول 2 يبقى 1 2 3 1 و2 6 1 و2 12 2 و3 6 2 و3 12 6 × 12 = 6 + 12 = 4 ودي كمان 4 4 و4 سيريس 8 بس في اجابتين اولهم 8 يبقى يا دي يلا نعمل التاني كيس كلوزد بقى مهلك برضو ولا يهمك ما تتخطفش 12 6 6 12 6 12 6 12 فرع فاضي زي ما هو ودي التمانية هي راكبه كده كهربا داخله من هنا خارجه من هنا يعني ايه راكبه كده مستر ده وده يعني مش لامسين بعض يا بابا مش داخلين في بعض معديين من على بعض 1 2 2 مش فرع فاضي 3 خرجت يبقى 1 2 3 ايه ده هي مستر اصبر بس دي بكام 8 1 و2 6 اشطب 1 و2 12 اشطب 2 و3 6 اشطب 2 و3 12 اشطب فاضل لك مين 8 اهي 8 اهي صح بين كام وكام 1 و3 دول باربعة ودول باربعة 4 و4 8 بارلل ل8 باربعة تمام اللي بعده سيري اشطب يلا 1 2 3 1 2 3 15 2 3 15 1 3 15 1 3 15 صح يلا 15 و 15 30 صح سيريس 30 مع 15 10 10 مع 15 بارلل يلا 10 في 15 على 10 بلس 15 يطلع 150 على 25 اكيد بكام ب 6 او قشطه اللي بعده شباب in the opposite سهلة قوي الكي is open الاول opened
اشطب ده كانك مش شايفه، تيجي هنا الكهرباء تمشي في ده كله وده كله ويتقابلوا هنا يخرج، يبقى ده سيريس وده سيريس وده مع ده يجيب كام؟ 530 15 يطلع 50 وده كمان 50 50 بارلل ل 50 يبقى 50 على 2 اللي هي 25 بلس ار، يبقى وهي اوبن ار ايكويفالنت ايكوال ار بلس 25 اشطب، وهي كلوزد هيجي هنا يتقسم يبقوا دول بارلل، بعدين يتجمع هنا ويرجع يتقسم يبقى دول سيريس مع دي بارلل، يبقى هنا 45 في 5 على 45 بلس 5 ودي 45 في 5 على 45 بلس 5 وده مع ده مع ده سيريس يبقى كلوزد سيت ايكوال. طبعا اللي مش عايز يعمل ده بلس ده يضرب 2 في 1 خلاص، ما هو ده قد ده بس بالراحه، يبقى بتساوي ار بلس 45 في 5 ب 225 على 50، هنا 225 على 50 تساوي ار بلس 450 على 50، يعني كانها ار بلس 9، دي ار في حاله الايه؟ الكلوزد. هو بيقول لك ايه بقى؟ In the opposite circuit when the switch is closed the equivalent resistance في حاله الكلوزد قلت النص decreased to half، يبقى ار في حاله الكلوزد نص ار في حاله الاوبن. هو قال كده ولا لا؟ يبقى ار في حاله الكلوزد اللي هي ار بلس 9 ايكوال هاف ها ار بلس 25، يبقى ار بلس 9 ايكوال هاف ار بلس هاف ار واضرب هاف في 25 12.5، ودي دبل ماينس 1 ماينس هاف بهاف ار، ودي دبل ماينس 12.5 ماينس 9 ب 3.5، هاف ار ب 3.5 يبقى الار ب 7 اوم. يلا ان ذا الكتريك سيركت شون ان ذا فيجر، دي مساله مشهوره جدا جدا، امتى نلغي فرع؟ امتى نلغي فرع؟ وجايه تاني وتالت ورابع، حلو قوي. يلا بينا، الاي هيجي هنا ايه؟ يبص هيمشي اي 1 اي 2 اي 3، سيبك من اي 3 ده ماشي في ار لوحده، بص لي على اي 1 واي 2، بص هنا لا ار وار ولا لا، وهنا كمان ار وايه، والاي قبل ما يمشي بيه ايه بيبص يلاقي فوق 2 ار وتحت 2 ار، في الفرع ده 2 ار وده 2 ار، مالكش دعوه بار اللي تحت دي لوحدها اهي اهي، هخليها لوحدها اهي فيها اي 3. لما بص يقول له ايه؟ الكرنت بيتقسم على حسب الار، صح؟ الار الكبيره تاخد اي صغيره والار الصغيره تاخد اي كبيره، واللي قد بعضه ياخد، الله يكرمك، مش ار وار قد ار وار، يبقى اي 1 ايكوال اي 2 ويبقى اي 1 في ار اللي هي في تساوي اي 2 في ار ولا لا اللي هي برضو في، ولما الفي قد الفي الكهرباء تمشي. فواحد جميل كده في الحصه قال لي ايه؟ قال لي احنا بنحسب ار، ايه علاقة اي بالموضوع؟ ايه علاقة اي بالموضوع؟ حبيبي يعني ايه ار؟ ار is the opposition of i، صح؟ is the opposition of i، يعني انت بتحسب ار اللي عطلت او استهلكت كهرباء. طب اذا كانت الار دي ما فيهاش كهرباء من اصله، ليه ما فيهاش كهرباء بس؟ لان من condition passing electricity او electric current put source of potential difference اللي شرحتها هنا، جردلين، جردل مليان وجردل فاضي، امتى لو توصلوا يدوا بعض؟ لو المليان يدي الفاضي، صح؟ طب لو الاثنين بقوا في ليفل واحد بس، يبقى طالما ما فيش بوتنشال ديفرنس هنلغي دي. حلو كده؟ كونسبت بقى معانا جاي؟ يلا بقى الفرع ده ار وار ده، والفرع ده كمان ار وار، والتلاته بارلل خلاص، دول 2 ار ودول 2 ار، 2 ار بارلل ل 2 ار يعملوا ار، ار بارلل ل ار
يعملوا نص ار قشطه، ويبقى ار ايكويفالنت ار على 2 او نص ار. اللي بعده يا شباب حاجه كده رايقه. يا مستر انت غلطان في المساله دي. ليه يا حبيبي؟ لان ده اميتر يا مستر، وجهاز الاميتر حضرتك قلت انه بيركب سيريوس. الحمد لله انها مش مسالتي. هنا يا جماعه هو عايز يعلمك ايه؟ عايز يعلمك ان جهاز الاميتر ده كسلك يعني لو عدى فيه كهرباء يبقى الكرنت ماشي كده، لو ما عداش فيه كهرباء يبقى ما فيش اصلا، يعني لو ما قراش يبقى ما فيهوش كهرباء. فهمت الكلمه؟ بس انما الاميتر بيركب سيريوس طبعا، والاميتر هنا راكب سيريوس لا بيقيس، بس بيقيس الكرنت هنا من هنا الفرق. يعني زي افو كده، شفت صنايع قبل كده او انت تخصص بقى كمبيوتر ساينس والحاجات دي، مش ساعات بتقيس الدايره الكهربائيه بمسمارين كده مركبين بجهاز عشان تشوف الكهرباء ماشيه ازاي؟ حاجه زيه كده يا جماعه. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان ذا اوبوزيت ريبريزنت بارت اوف، ده جزء من سيركت مش سيركت. لو الاميتر ده ما قراش بيقول لك اري زيرو يعني مصفر. حلو قوي. مش ده معناه ان الكهرباء ما مشيتش هنا والكهرباء ما مشيتش هنا؟ معناه ان الاي قد الاي ولا الفي قد الفي؟ قول لا بصوت عالي. الفي قد الفي، كهرباء ما مشيتش يبقى في قد الفي هنا قد الفي هنا، صح؟ الفي بتساوي ايه؟ اي ولا ار ولا اي في ار؟ يبقى اكيد اي 1 في 4 تساوي ها اي 2 في 6، صح ولا ايه؟ يعني اي 2 دي تساوي 4 على 6 مين؟ ولا ايه؟ والنبي فاهم؟ تمام. او خليها اي 1 ماشي، اي 1 في 4 تساوي اي 2 في 6، لان الفي قد الفي ما مشيش كهرباء، صح؟ هتنفعنا في اللي جايه دي، هتنفعنا في اللي جايه. اللي جايه ولا لا؟ ده لسه قدام شويه، لسه قدام شويتين كمان. يبقى الفي قد الفي فما مشيش كهرباء، يبقى اي 1 في 4 ايكوال اي 2 في 6، قشطه. يبقى اي 1 ايكوال ماشي 6 على 4 اي 1 ايكوال 6 على 4 اي 2، قشطه. تعالى هنا بقى، هو عايز الار دي مش اي 1 في 8 ايكوال اي 2 في ار؟ مش الفي قد الفي، صح ولا لا؟ يبقى الفي ده قد الفي ده. يلا بينا. يبقى اي 1 في 8 ايكوال اي 2 في مين؟ في ار، قشطه. اشيل اي 1 واحط ايه؟ ها اي 1 دي 8، اي 1 في 8 ايكوال اي 2 في ار، يبقى 6 على 4 في 8 يساوي 6 على 4 اي 2، 6 على 4 اي 2 في 8 يساوي اي 2 في مين؟ اقدر اشطب اي 2 مع اي 2 هنا مع هنا فيها 2، تطلع ار بكام؟ 12 اوم ولا لا؟ 12 اوم. تمام يا شباب. اللي بعده بيقول لي ايه؟ مين في دول 1 2 3 4 الخمسة اوم دي ما فيهاش كهرباء؟ تعالى يا عم نشوف. نمبر 1.1 الكهرباء تيجي هنا، تيجي هنا تتقسم، صح؟ تبص تلاقي دي 2 دي 2، ايه ده؟ يبقى اي 1. لا يا مستر دي ما شافتش 2 2 بس، ده شافت ان الفرع ده ب 4 والفرع ده كمان بكام؟ فالار قد الار، يبقى الاي قد الاي، صح ولا ايه؟ ويبقى اي 1 في 2 ايكوال اي 2 في 2، يبقى الفي قد، فالخمسه دي تتلغي، صح؟ ويبقى 2 و2 سيريس واثنين واثنين سيريس، واربعة مع اربعة اللي هي اثنين واثنين بارل، قشطة. طب بطريقة النقطة يا مستر، عيني واحد اثنين تلاتة. طب ما اعملش دي اربعة ليه يا مستر؟ بص كده معايا هنا، واحد اثنين تلاتة، واحد اهو فرع فاضي، عايز تمشي دي 2 امشي دي 2، ها تمشي دي كام؟ 3. يبقى 1 2 3، صح؟
واحد اتنين تلاتة برضو ولا لأ؟ ليه؟ عشان ده ملغي، يبقى دول سيريس ودول سيريس وده مع ده بارل. بص بقى على اللي جاية دي. تو انا عايز اسأل سؤال، انا عايز ارسم لكم دي زي دي بالله عليكم. ماشي الاول بص كده، الكهرباء ماشيه كده، بصت هنا لقيت دي كام ودي كام، يبقى اي 1 قد اي 2 ولا لا؟ ها صح، اللي هو اي 1 قد اي 2. لا ولسه، ودي بقى هتمشي في ال 6 دي ودي بقى هتمشي في ال 6 دي صح ولا لا؟ يبقى الفرع ده ها ب 12 والفرع ده ها صح. طب والخمسه؟ والله ملغيه برضه. ليه؟ لان اي 1 في 6 هنا يساوي اي 2 في 6 هنا ولا لا؟ فالفي قد الايه؟ وريها لهم تاني والنبي، وريها لهم تاني. دي اي 1 ودي مين؟ اي 2. اي 1 قد اي 2 ولا لا؟ ليه؟ عشان دول 6 و6 ودول 6 و6 صح؟ بص لقى الريزستنس واحده فتقسم بالتساوي، يبقى هنا اي 1 في 6 الحته دي صح؟ مش الفي بيساوي اي في ار؟ وهنا اي 1 في كام؟ والاي قد الاي، هنا اي 1 في 6 وهنا اي 2 في 6، والاي قد الاي يبقى الفي قد، فدي تتلغي ولا لا؟ تمام. تعالى هنا ممكن امشي اكتشوال لو سمحتوا فيها حاجه، يعني لو مشيت اكتشوال حد هيضرني بحاجه، انا همشي الاسهل لي. قشطه، انت امشي تراديشنال فرقه حاجه، انا همشي اكتشوال، انا حر، انا بمشي بالطريقه اللي تريح. بص لقى كام؟ 6 و15. وهنا كام؟ 6 و15، 6 وكام؟ 12 سوري، 6 و12، 6 و12. يبقى الاي قد الاي ولا لا؟ اي 1 قد اي 2، اي 1 في 18 قد اي 2 في 18. حلو، يبقى الاي قد الاي والار قد، يبقى الفي قد، والخمسه دي تتلغي برضو ولا لا؟ تعالى هنا بقى، ليه دي ما تتلغيش بقى؟ يبقى الاجابه 1 2 3 اونلي. طب ليه دي ما تتلغيش؟ اوريكم بس حاجه كده عملناها لكم ازاي. اهي بانت عندهم، خلاص انا هرسمها لكم. بص عملناها ازاي يا جماعه، لو عايز دي زي دي، بص بص عامل ايه، همشي كده الاقي ثلاثه اهم ماشي، وبعدين اجي هنا الخمسه اهي، وبعدين في هنا ثلاثه كمان، ثلاثه خمسة تلاتة تلاتة خمسة تلاتة، وهمشي ستة من فوق وستة من تحت، ستة 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 ستة. تمام، بص بقى يا سيدي، بص بص بص، شايف دي؟ ايه الفرق بين دي دي لما اترسمت كده ودي؟ جدع. ليه بقى؟ بص كده، هيبص هنا هيبص هنا، 6 فين؟ 6 هنا صح. هيبص هنا هيلاقي هنا في كام وهنا في كام، هل الاي قد الاي؟ ها هل الاي قد الاي يا جماعه؟ فالفي مش قد، يبقى دي هتتعمل بوينتس ولا لا؟ فهمنا؟ يبقى وهو مش عايز ار ايكوفلنت، الحمد لله، هو بيقول لك ما نلغيش الفايف فين. يبقى بص دي 6 6، فاي قد اي وفي قد في، فالكهرباء دي اتلغت. انما هل الست قد ثلاثة؟ فهمنا يا شباب؟ اللي بعده رائع، يلا افتح المفتاح، كرنت هيجي هنا يبص اي 1 اي 2، اي 1 ليه سكه يمشي غير هنا؟ يبقى دول سيريس بستة، يتجمعوا هنا تاني، يبقى ستة بارالل ثلاثة، وبعدين يتجمعوا تاني ويتقسموا تاني، ستة بارالل تلاتة، ستة وبارالل تلاتة، ستة بارالل تلاتة، ده يدي اتنين وده يدي اتنين، سيريس مع بعض يدي كام؟ فور. يبقى هو عايز ايه؟ ده ريشيو بتوين، ماشي، يبقى ار ايكوفلنت 1 ايكوال 4 او، ما تختارليش بقى 4، ما يمكن في 8 فيبقى 1 على 4 على 8 ب 1 على 2، لا ما مش الكونسبت ده. انما بص بقى لو الكي كلوزد وحات ابوك بنفس طريقه الفي برضه، يا اللي مش فاهم الفي يلغي، لو قفلت ده
مش الاي هيجي هنا يتقسم اي 1 واي 2 واي قد اي وار قد ار فدي تتلغي ولا ايه؟ ولا ايه والنبي؟ يلا كمل. ها هيجي هنا يبص ويجي هنا يبص. ايه ده؟ مش لسه الاي قد الاي؟ يبقى دي كمان تت ايه؟ ويبقى عندي 3 و3 دول ها سيريس و3 و3 سيريس دول ب 6 ودول ب 6 صح. 6 بارلل ل 6 يدي كام؟ قاعد تاني معلش عشان خاطري. يلا والكي اوبن الغي كهربا تمشي كده وبعدين كده ها. يبقى دول سيريس مع دي بارل يتجمعوا هنا بقوا دول سيريس مع دي بارل صح. 6 و3 2 و6 و3 2 2 زائد 2 يد 4. لو قفلت يلا كرنت هيمشي هنا اي 1 اي 2 3 ايه ده؟ الار قد الار فيبقى الاي قد الاي فيبقى الفي قد الفي تتلغي. كمل. هو يعني ايه في؟ اي والله بيقول لي بوتنشال ديفرنس ايرديكو. اي ار محتاجه في عشان تمشي اي صح؟ يبقى الفي بيتاكل فين؟ في الار. في هنا ار يعني الفي اللي كان هنا يوصل هنا اقل ولا اكتر ولا ايكوال؟ يا ولد ايكوال. لما الفي ده كان قد ده ووصل الفي هنا قد هنا برضه صح؟ يبقى الفي قد الفي دي كمان تت ايه؟ صليت على النبي بالله عليك شفت فتح ربنا بقى تاني معلش ولا يهمك. الاي قد الاي متاكد؟ حلو. فالفي قد لغيت دي. تعالى هنا الفي ده قل ولا زاد ولا وصل هو هو؟ ليه؟ عشان الفي بيستهلك نتيجه وجود ار. اي ار محتاجه في عشان تمشي اي. طب لما هنا مفيش ار يبقى الفي يوصل زي ما هو؟ الفي ده كان قد الفي ده وصل هنا هو هو يبقى الفي ده قد الفي ده ولا لا؟ يبقى دي كمان تتلغي ولا لا؟ امشي بقى كده 3 و3 6 سيريس و3 و3 6 سيريس 6 و6 يدوا 3 يبقى الناتج 4 على 3. اللي بعده يا شباب حلوها قوي تديك على قفاك على طول. مساله زي دي تديك على قفاك. احمد سمير قايل لك اللي ما تعرفش تحله ارسمه بايدك هتعرف تحله. البطاريه حاضر يا عم. البطاريه اهي همشي هاجي هنا اقسم بقى عندي فرعي ولا ايه؟ فرعي فيه 6 يرجع على البطارية ولا ايه؟ فرعي فيه اميتر اهو فرعي التاني 1 2 اهو فرعي. فرعي التاني بقى يقابل الاميتر وبعدين يقابل 3 اوم وبعدين يرجع على البطارية ولا لا؟ 3 اوم يقابل ال 6 اوم هنا يرجعوا على البطارية صح؟ البطارية كام يا سيدي؟ 6 فولت ملهاش ار انترنال يا سيدي. الاي طالما مفيش ار انترنال يلا في على ار يدي اي صح؟ يبقى ده 1 امبير وده 2 امبير. شكرا يا عم 2 امبير. عايز احلها اكاديميك يا مستر عيني. 3 و6 بارلل يدوا 2 يبقى ار ايكويفالنت ايكوال 2 او ويبقى اي مين يساوي في بي على ار ايكويفالنت بلس ار انترنال بزيرو يبقى 3 امبير. يبقى اللي خرج من البطاريه 3 امبير. هات لي اي 1 يلا بطاريه الكرنت ديفايدر يا اولادي. الكرنت كله انا عايز اي 1 الكرنت كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعه 9. الكرنت كله في الريزيستنس مش بتاعتها مش اي 2 ريزيستنس اللي مش بتاعته 6 على مجموعه يطلع هنا 1 امبير هنا 2 امبير مجموعهم 3 امبير صح. يلا اللي بعده. حلو السؤال ده حلو السؤال ده مجاوبينه كتير قوي. بيقول لي لو لمبه اكس اتحرقت قولوا يا اولاد احمد سمير
لمبة المين تلغي الدايرة، لمبة الفرع تلغي الفرع، لمبة المين تلغي الدايرة، لمبة الفرع مفتاح المين يلغي الدايرة، مفتاح الفرع يلغي الفرع، ما هي اللمبة زي الفرع. قول لي لو اللمبة اكس دي اتحرقت كهربا تيجي هنا؟ تلاقي الفرع ده ملغي. ليه يا مستر؟ دي اللي اتحرقت مش دي مع دي سيريس، يبقى الفرع ده اتلغى ولا لا؟ ويمشي في دي ودي. يبقى إجابة السؤال ده يتفضل لمبتين منورين. اسال بقى سؤال تاني بقى. طب لو اللمبه دي هي اللي اتحرقت برضو دي ودي ما تنورش. طب لو اللمبه دي اتحرقت يبقى بص هتيجي هنا ما تعرفش لمبه الفرع. بصوا يا جماعه هنسمي لمبه 1 لمبه 2 لمبه 3 لمبه 4. يلا قولي انت بصوت عالي. لمبه 1 في فرع مين؟ في الفرع ده. يبقى لو لمبه 1 اتحرقت تلغي فرع ده كله، يبقى 1 و2 يطفوا و3 و4 اشتغل. لمبه 2 اتحرقت 1 و2 يطفوا و3 و4 اشتغل. لمبه 3 اتحرقت 3 بس اللي في الفرع ده و1 و2 و4 يشتغلوا، يبقى 3 لام. لمبه 4 اتحرقت ولا لمبه تشتغل لانها لمبه مين، كاري اي مين. مسألة حلوة وجت في امتحان اخر السنة قبل كده تقريبا 2004 او 2006 تقريبا، بس من غير بطارية كام يعني. In which of the following electric circuits the intensity of electric current which passes in of two resistors different. عايز I1 different عن I2. Different هو عايز different، يعني عايز I1 not يعني اللي عدى في الريزيستنس الاولى مش هو اللي عدى في الريزيستنس الثانيه. يبقى مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم دي وبي ملغيين من اجاباتي ومش هبص فيهم اصلا. ليه؟ لان في السيريس الاي اس كونستانت. شفت المذاكره اللي بتقول مذاكر مش عارف احل؟ مفيش حاجه ده مش مذاكر، مفيش حاجه كده اصلا في الحياه. مذاكر يعني تحل. فاضل لي البارلل. في البارلل الاي بيتقسم على حسب الار، الار الكبيره تاخد اي صغيره والار الصغيره تاخد اي كبيره، ولا قد بعض ما دول قد بعض يبقى ياخدوا اي قد بعض برضه. هو عايز اي مختلف يبقى الاجابه ايه؟ ملهاش حل ولا هعمل ولا احل اصلا. اذا مستر مش هنجيب اي 1 واي 2؟ هو عايز اي 1 واي 2. هو عايز بيقول ايه؟ طبعا لو عايز اي 1 مفيش ار انترنال، يبقى 12 على 6 12 على 4 ولا ايه؟ هنا ار ايكوفلنت الاول وبعدين 12 على المجموع. هنا ار ايكوفلنت الاول او في على في على صح في على ار 1 في على ار 2. هنا ار ايكوفلنت الاول وبعدين في على ار ايكوفلنت. بس هو مش عاوز، هو بيقول لك مين مختلف؟ انت مذاكر ان في السيريس الاي از كونستنت، هو عايز اي مختلف يبقى تشطب السيريس. في البارلل مذاكر ان الاي بيتقسم على حسب الار، ار الكبيره تاخد اي صغيره والار الصغيره تاخد اي، واللي قد بعض ياخد خلاص دول قد بعض ياخدوا قد بعض، يبقى الوحيده المتاحه مين؟ اللي بعده. دي طريقه الشعبوله. 1.2 A1 ده 1.2 امبير، يبقى الكرنت المين 1.2. عارف ان في البارلل اي بيتقسم على حسب الار، الار بيتقسم على حسب الار، الار الكبيره تاخد اي صغيره والار الصغيره تاخد اي كبيره، واللي قد بعض ياخد قد بعض، يبقى ال 1.2 هتقسم على الثلاثه بالتساوي صح؟ يبقى 1.2 على ثلاث فروع. طب لو هم اربع فروع يبقى على اربعه، طب لو هم خمس فروع يبقى خمس، بس دول ثلاثه بس، يبقى 1.2 على ثلاثه. واحد هيبعت لك في الكومنت يقول لك ايه؟ هو ليه المستر قسم 1.2 على 3 برغم ان الريزيستنس 2 اوم؟ ردوا عليه يا اولادي. هو ما قسمش على 3 اوم، هو قسم على 3 فروع صح؟ قد بعض بالتساوي يبقى 0.4 0.4 0.4، اللي هي ايه؟ 1.2 على 3 فروع. عايز قرايه مين؟ سو قرايه ايه 2 يا ابن اللعيبه؟ قرايه ايه 2؟ لا اصبر مش ده 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 هو A2 A3 أري ده بس. A2 ده أري مين؟ أري ده زائد ده ولا إيه؟ لما تجمعوا راجعين يبقى أري 0.8 أمبير ولا لأ؟ والنبي فاهمين؟ الطريقة الأكاديميك بقى. إيه الطريقة الأكاديميك؟ مش الشعبولة دي اللي هي نقسم وبتاع. وتنفع الشعبولة لو الريزيستنس متساوية بس. طب لو مش متساوية؟ ما تنفعش بالله عليك وما تنفعش. طب في طريقه تنفع بقى للمتساويين والغير متساويين اللي هم ايه؟ احمد سمير بابا قال لك ايه؟ في البارلل تجيب الفي وترجع بيه، تجيب الفي دي تنفع بقى في فرعين وثلاثه واي حته في اي متساويين مش متساويين مع الجن الازرق.
والفي بتساوي قول كده اللي نسيت اي في الار بتاعتها اي فين تنساش الكلمه دي تاني في حياتك اي في الار ايه ليه يا مستر عيني هو مديك هنا اي مين مين يبقى لازم ار ايكويفالنت طب لو كان مديني اي دي هي الاي دي بتاعت كام فرع يبقى اي في الار بتاعتها طب لو كان مديني الاي دي اي في الار بتاعتها ومع ذلك هجيب في ايه ليه عشان انت مذاكر ان في البارالل الفي از كونستانت فبيساوي يا اي كله فار كله يا اي 1 فار 1 يا اي 2 فار 2 يا اي 3 فار 3 بص دي يا اي 2 و 3 فار ايكويفالنت ال 2 و 3 بس ولا ايه اي الاي في الار بتاعتها هو مديك اي كله بكام 1.2 فار كله مش دي 2 على 3 ار على ان تطلع 2.4 على كذا يطلع الناتج دي كام 2 على 3 صح دي 0.8 فولت مين يا فندم 0.8 فولت ال 0.8 فولت دي بقى بتاعت الفرع الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا كله الاول والثاني والثالث وكله لان الفي از نجيب الفي ارجع بيه 0.8 على 2 0.4 يبقى الاميتر ده هيقرا 0.4 انما الاميتر ده هيقرا مكان لقائهم هنا ورجوعهم 0.8 ولا لا بص بقى لسه وده بقى يخش معاهم يطلع 1.2 يبقى الاجابه 0.8 طبعا اللي بعده المساله دي عبيطه قوي 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 وعاملها لكم في المودل انسر مجموع ارقام وبتاع اول طلب ده ممكن انت تعمل تمشي في اتجاهين بص يا جميل في هنا ار انترنال ولا مفيش مفيش يبقى في على اي 1 يديك ار 1 في على اي 2 ولا هو بالعكس هو كده مش مهم يعني يديك ار 2 في على ار 3 يديك ار 3 في على اي 4 يديك ار 8 وتشتغلهم بقى ايه دول بارالل ودول بارالل وده مع ده بارالل اشتغل بس في طريقه اسهل قوي هو مش اي مين يساوي اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 بلس اي 4 يعني تجيب اي مين وعندك في بي وتقسم في بي على اي مين يديك ار ايكويفالنت ولا لا بس الحل ده سهل جدا برضه يعني تحله بيه برضه ماشي عايز ذا توتال كارنت انتنسيتي ثرو اف ماشي هو بقى خلاص خلص المساله كده يعني المساله هنا ار ايكويفالنت اللي جايه دي مساله ثانيه ثانيه يا مستر ما اي مين اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 بلس اي 4 حبيبي من هنا مساله ثانيه خالص ماشي لو بيقول لي ايه اللارجر ريزيستنس از ريبليسد ويز انذر 1 اوف دبل اتس فاليو فين اكبر ريزيستنس عند اقل كارنت ولا ايه طلعت بكام دي يا شباب معلش انا بس هجيبها من الموديل معلش لو سمحتوا عشان الحسابات دي كام 62 ماشي اهي وانا كنت سايب لكم الورق ده في الفيديو اللي فات كله طلعت 0.15 طبعا عشان ده ملي امبير ها طلعت ب 61.3 ودي طلعت ب 204.4 ودي طلعت 657.14 ودي طلعت 2300 بيقول لي ايه بقى هات اي مين لو دي بقى الدبل يعني بدل 2300 تبقى 4600 هروح اعمل ايه شغال دول بارالل الاول اما وان على واما دول بارالل ودول بارالل وده مع ده بارالل اجيب ار ايكويفالنت واقسم في على ار ايكويفالنت الجديده خلاص حسابات بس يا جماعه والموضوع عبيط هيطلع الناتج هنا انما هنا تو كذا اظن باين انه ايه ها الكرنت مجموعه اكيد لما الريزيستنس زادت ار ايكويفالنت زادت فاي مين قل شويه بيقول لي ولو شلت اصغر واحده وحطيت الدبل بتاعها يبقى مره هتشيل دي وتحط دبل وتجيب ار ايكويفالنت وتقسم في على ار ايكويفالنت ومره هتشيل اصغر واحده هو عايز يعلمك بس ايه كتر خيره
ان الاي مين اكبر واحده ومين اصغر واحده، اكبر واحده في اقل اي، اصغر واحده في اعلى اي. اللي بعده شباب اي اتنين هات التالت حتى لو ما طلبش، اي اتنين هات التالت حتى لو، دي مسائل من نوع ده كده 20 على 5. ايه ده يا مستر؟ في وار هات الاي، هو مديك دي 20 ودي 5، يبقى 20 على 5 ها 4 امبير. 4 امبير كمل. الفور كلهم دخلوا هنا صح؟ انا عايز ده. الاي بتاع ال 10 اوم بيساوي ايه؟ وبالمره الاي بتاع ال 30 اوم بطريقه الكرنت ديفايدر ده مكتريين، مش دول اتنين ريزيستنس؟ اتنين ريزيستنس تنفع الطريقتين، تلاتة ريزيستنس ما تنفعش الطريقتين، تلاتة لازم نجيب الفي ونرجع بيه، اتنين ريزيستنس ينفع نجيب الفي ونرجع بيه، وينفع كمان الكرنت ديفايدر. كرنت ايه؟ عيد تاني، تلاتة ريزيستنس ما ينفعش غير نجيب الفي ونرجع بيه والكرنت ديفايدر ما تنفعش. واحد هيعلق ويقول لي لا تنفع، تنفع لما تخلص التلاتة وتخليهم اتنين الاول بعدين تقسم اللي انت جمعتها دي الاتنين كمان وشغلانه كده ماشي. الاي بتاعت ال 10 اوم بتساوي اي كله، اي ايه؟ اللي هو 4 امبير في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعهم، اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعهم، اي بتاعت 30 اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموع، دي تطلع كام؟ 120 على 40 صح؟ 3 امبير ودي 1 امبير. نجيب الفي ونرجع بيه، يبقى الاي بتاع ال 10 اوم هنا كام؟ 3 امبير، يبقى رايت اي 1 4 امبير، رايت اي 2 3 امبير. هو عايز ريدنج اوف اي 1، اي 1 4 امبير، اي 2 3 امبير. طريقه نجيب الفي ونرجع بيه 10 و 30 دول ايه؟ يبقى 10 في 30 على 10 بلس 30 يبقى تطلع 300 على 40، شيل دي تطلع 7.5، 7.5 اوم، 4 في 7.5 ب 30 فولت، يبقى الفي هنا 7.5 في 4 اي في ار 30 فولت، 30 على 10 ب 3 امبير. اللي بعده مسألة جت في امتحان آخر السنة 2010، كهربا كده مش عارف يا مستر ولا يهمك، مش أنا قايل لك لما ما يعجبكش التراديشنال امشي اكتشوال، مش أنا قايل كده والنبي؟ أنا همشي كده أنا حر. أي هاجي هنا هتقسم أي 1 وأي 2، وبابا أحمد سمير قايل لك لم الفرع وارجع بيه صح؟ فرع 10 فرع 10 في مشكلة، يبقى في فرع لوحده اسمه 10 اوم في اي 2 كويس. ده بقى كمل هيتقسم ولا لا؟ يبقى الفرع ده هيمشي كده 8 وبعدين يتقسم 6 و 3 ولا لا؟ ويرجع يتلم القشطة خلاص خلصت. يبقى ال 6 و 3 بارلل يعملوا 2، ال 2 وال 8 سيريس يعملوا 10، 10 و 10 بارلل يعملوا كام؟ فايف. في حاجه صعب؟ هو عايز ايه؟ عايز الايكويفالنت 5، الايكويفالنت 5 عايز التوتال كارنت انتنسيتي 10 على 5 ب 2 امبير، 10 على 5 ب 2 امبير. عايز الكارنت ثرو 6 اوم. استنى يا عم استنى يا عم، هو انا لو عكست البطاريه فيها مشكله بالنسبه لكم؟ بس هو مش عاكسها برضه، ادي 8 وهنا 6 وهنا 3 وفوق 10. الاول يا شباب الكرنت اللي طالع 2 امبير، حد يشكك في كده؟ ليه؟ عشان 6 و3 بارلل يعملوا 2، 2 مع 8 سيريس يعملوا 10، 10 مع 10 بارلل يعملوا 5، ها 10 على 5 2 امبير. هيخش هنا كام وهنا كام؟ مش الفرع ده ب 10 والفرع ده ب 10؟ يبقى ده ب 1 امبير وده ب 1 امبير. ليه يا مستر؟ عشان الكرنت بيتقسم بالتساوي لما الريزيستنس يكون متساوي. هو عايز الاي ده اللي داخل لغايه هنا 1 امبير صح؟ يبقى اي بتاع الستة اوم يساوي اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعهم، يبقى وانا على 3 امبير ولا لا؟ اللي بعده اللي هي 0.33. In which of the following figure the potential difference across 4 ohm
ريزيستور ايكوال 4 فولت. ماشي نشوف. عايز ال 4 اوم دي، هو عايز ايه؟ الفي بتاعها 4 فولت. بيقول لك في انهي شكل من دول؟ اولا طبعا 6 في 4 مش ب 4 فولت. هو معلش بص 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 الكلام يتقال ازاي والله. بص مش الفي بتساوي اي ار؟ الار بكام؟ وهو عايز الفي بكام؟ 4 ايكوال كام في 4؟ حل بقى يلا وريني. هنا اي بتاع ال 4 اوم انا عايز الفي، انا عايز الفي يا مستر. بتجيب ار ليه؟ هقول لك دلوقتي. الاي بتاع ال 4 اوم بتساوي اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموع. يبقى دي مع دي فيها الاثنين، يبقى اي 4 دي اي بتاعت ال 4 اوم ب 4 امبير صح؟ 4 في 4 بكام يا بابا؟ يبقى الفي هنا مش بكام؟ يبقى دي اتلغت. هات لي اي هنا. اي 4 اوم تساوي اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعهم 2 و 4 6. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الاي اللي فيها بواحد. بص انا عملت ايه والله؟ مش الفي بتساوي اي فار؟ يبقى اللي الاي بتاعتها ب 1 تخلي الار قد الفي ولا ايه؟ هو عايز الار بتاعت ال 4 اوم يبقى الفي بتاعها 4 فولت. هو مش الفي اي فار؟ اذا كانت دي ب 4 ودي ب 4 يبقى ده بواحد لازم، يبقى اجيب الكرنت اللي بواحد امبير. طب بص ليه؟ ما ينفعش 3 في 4 ب 12. ما ينفعش، يبقى هي الاجابه مين؟ 2. خلاص فيجر 2 اللي بعده. ماشي طريقه الكرنت ديفايدر. ها وريني، هو عايز الريش بين اي 1 واي 2. قول لي كده، هو اي 1 يساوي بطريقه الكرنت ديفايدر اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها على هتغلط مجموعهم، مجموع الفرعين. الفرع الاول بكام؟ 4. الفرع الثاني بكام؟ ها ب 2. يبقى مجموعهم كام يا ولد؟ يبقى اي 1 على اي 2 بيساوي 2 على يعني 1 على اي 1 على اي. سوري يلا اللي بعده عشان بس هيتلككوا يقول لي اي 1 واي 2. ماشي. ان ذا اوبوزيت سيركت ذا انتنسيتي اوف اي 1. مستر مش ده اي مين؟ ليه مسميه اي 1؟ سميه وائل يا حبيبي. انا مالي، انا هجيب له اللي هو عايزه يا حبيبي. كي يتقفل طبعا، لازم كي يتقفل. ولو كي ده مفتوح مفيش كهرباء ولا ايه؟ يلا دول ايه؟ بارل باتنين، اتنين واتنين واتنين. شفت بقى؟ بس يعني اعيب عليه ايه هنا في المعاصر؟ بس دي مسألة كان لازم تتحط في الاول ولا ايه؟ اتنين واتنين واتنين ستة. يبقى اي مين يساوي اللي هو مسميه هنا مين؟ اي 1 بيضحك عليه وخلاص. في بي 24 على ار ايكوفلنت 6 صح كده ولا ايه؟ ها يطلع 4 امبير. اي 1 ب 4 امبير بس كان لازم يحطوها له في الاول، بس مش رقم 56 يعني، في وسط كده. واحتمال ليه منهج علمي نحترم برضه، نختلف مع الناس ونفضل نحترمهم. احتمال عايز بدل ما يوتره ذهنيا يديله مساله سهله وسط الدنيا. انا مدرستي لا، مدرستي درج له الافكار عشان يبتدي يرتقب فكره. هو مدرسه تانية يقول لا انا بعد ما تعبه شويه اريحه في مساله سهله. او برضه في مدرسه بتقول ثالثه تقول لك ايه، اما تدي له مساله سهله وسط مسائل صعبه يبتدي يقلق ويفكر كتير ويعطل وقته. كلها مدارس وتحترم وتختلف معاها. اتعلمته بقى يا اللي بتختلف معايا تحترم الناس اللي ممكن تختلف معاها. انا ممكن اختلف معاك واحترمك برضو واوجد لك سبب فكر، ها، وهفضل ازعق برضو في الفيديو عشان اشدك. وده اسلوبي، تختلف تتفق، مش من حقك، من حقك تطفي الزرار بس. وريني هنا بقى اي 1 مش اي مين. شفت بقى؟ يلا هو عايز مين؟ اي 1. حاضر، دول بارلل الاول باتنين صح؟ واتنين واربعة سيريس يعملوا ستة اوم. بقى الفرع ده ستة وده ستة. ايه رأيك بقى؟ حياة ابوك محتاج تحسب. يبقى الكرنت هيتقسم بالتساوي ولا لا؟ شفت لو سمعت كلام ابوك بس مش مستر احمد، ابوك
خلص اللي يخلص مع بعض الاول صح. انت خلصت دول لقيتهم بكام بارالل بتو مع دول سيريس بسكس، لقيت الفرع التاني 6، يبقى الاي هيتقسم على حسب الار، كبيره تاخد اي صغيره والصغيره تاخد اي كبيره، واللي قد بعض ياخد تقسم ده على 2 يطلع 6 امبير ولا لا 6 امبير. اللي بعده يلا ورين ورين اي 2 هادي اهو في هنا ايه اي وار، والار قد الار يبقى الاي قد الاي، يبقى هنا 2 امبير كمان، يبقى اكيد في الفرع ده 4 امبير. ليه؟ عشان لما جم هنا راحوا 2 فوق و2 تحت. طب يا مستر ودي كمان حبيبي دي سيريس مع دول صح؟ ماشي. يبقى واحد عرفت ان الكرنت اي 1 ب 4 امبير، 2 عرفت ان دول بارلل ولا لا بنص ار، ونص ار ونص ار سيريس يعملوا ار قشطه، ويبقى اي 1 في ار 1 تساوي ها اي 2 في ار 2 اي 1 ب 4 دي 2 ماشي ماشي اه دي ماشي، خلي دي اي 2 يعني حاضر عشان دي اي 1 حاضر، يبقى دي اي 2 يبقى اي 2 ار 2 تساوي اي 1 ار 1 عشان هو مسمي دي ار 1 ماشي كتر خيرك. انت عرفت ان دي ب 4 والايكويفالنت بتاعهم كام؟ ار تساوي اي 1 اللي ما اعرفهاش في الار بتاعت اللي هي 4 ار، كنسل ار مع ار والاربع ايه ده؟ طلع واحد امبير. اللي بعده يا شباب يلا شباب ها الحمد لله ماشي. In the opposite circuit the intensity of current I1 is I1 ايه ده؟ ايه ده؟ فين؟ ايوه I1 فين؟ ده يا مستر؟ اه والله ده مش ده الاي بتاع الستة؟ ولا ايه؟ اي في بتساوي الاي في الار بتاعتها، يبقى الـ V هنا 1 في 6 ب 6 فولت، 6 على 9 2 على 3 امبير، 6 على 18 1 على 3 امبير صح؟ هو عايز ده بس 2 على 3 امبير. لا يا مستر انت غلطت، ال 6 فولت دول بتوع الفرع ده. نعم نعم اسأل سؤال، لو كان في ايه هنا ما كنتش هعرف احل الحل ده، لو كان في ريزيستنس هنا كان لازم الم دي على دي الاول صح ولا ايه، وبعدين اجيب اي في ار الفرع كله. فهمنا؟ نركز بقى يلا اللي بعد اي 2 اي 3 برضو ملخبطني. انا بقى معلش بس ممكن اسمي بما اني في اي 1 واي 2 اي 3 ممكن اسمي ده اي مثلا مثلا ممكن ولا ايه؟ بص يا جماعه الفرع ده بارلل صح، باين ولا في شك؟ 4 في 12 على 4 زائد 12 يدي 3 اوم. بتكلم كده وحات ابوك بس عشان يمكن بتوع العربي كمان يبقى معانا ها، ولو اقدر اساعدكم قولوا لي اساعدكم ازاي برضو يا بتوع الفيزياء العربي. ربنا يكرمك يا ابني اللي والله اقدر اساعدك ازاي واقدر اعمل ايه الكلام ده اني. وده باين انه سيريا صح ب 6 اوم قشطه، بقى عندي فرع ب 3 اوم وفرع ب 6 اوم قشطه، وفي بطاريه 3 فولت ملهاش انترنال قشطه، يبقى 3 على 3 ب 1 امبير، 3 على 6 بنص امبير صح. اللهم صل على النبي. استنى بقى وممكن اجيبها بطريقه ثانيه، 3 و6 بارلل يعملوا 2 اوم، يعملوا ايه؟ يبقى اي مين يساوي في كله على ار كله اللي هي 2 يطلع 1.5 امبير صح، ويبقى اي اللي انا مسميه اي يساوي 1.5 في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعه، دي 3 على 2 دي مع دي فيها التلاتة تطلع 1 امبير، واي دي اللي اسمها هو مسميها هنا ايه؟ اي 3 اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعه تطلع نص امبير، 9 على 18 نص امبير براحتك اللي انت عايزه. المهم عرفت ان اللي هنا 1 امبير صح؟ وعرفت ان اللي هنا كام؟ نص امبير. لسه هو مش عايز ده على ده، هو عايز الاي اللي دخل في 12. يلا مش الاي اللي دخل في 12 اوم اللي مسميه هو اي 2،
اللي هو بسميه مين؟ اي 2 بيساوي اي كله. لا يا مستر، اي كله واحد ونص. اي بتاع الفرع ده واحد، في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعه صح، يطلع ربع. يبقى اي 2 بربع واي 3 بنص، وهو عايز اي 2 على اي 3. عارف طبعا ادب علوم اللي معانا، اي 2 ديفايدد اي 3 تساوي ربع ديفايدد نص، يبقى ربع في 2 على 1. مش لما اعمل الديفايدد تايمز يطلع 2 على 4 يعني نص ولا لا؟ اللي بعده The opposite figure represents a part of an electric circuit saying the ratio between I1 and I2. حاضر. ايه علاقة I1 بI2؟ ايه ده مستر؟ يقول ايه؟ مش I1 بيساوي current divider I كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعهم؟ قشطة. يبقى I1 تلت I، يعني ممكن اكتبها بعد اذنكو اي على 3. ماشي، هيتجمع هنا اي تاني. هات لي اي 2. اي 2 اي كله اللي هو اي بار في الريزيستنس مش بتاعتها 4 ار على مجموعهم كام؟ 6 ار. يطلع 2 اي على 3 صح، هنا على 3 ار. يبقى انا جبت اي 1 باي على ايه؟ 3. اي 2 2 اي على 3. عايز اي 1 على اي 2، يبقى اي 1 على اي 2 يساوي اي على 3 ديفايدد 2 اي على 3. يبقى اي على 3 في 3 على 2 اي. حساب بلدي اهو قوي، اي مع اي و3 مع 3، يبقى 1 على 2 ولا لا؟ اللي بعده اللي بعده خطيره. وريني ادي اي، هيجي هنا يتقسم اي 1 اي 2. الكرنت بيفضل يمشي لغايه لما يلاقي حته او يرجع منها صح. ده هيرجع كده على طول ولا لا؟ يبقى الفرع ده الصلاه على النبي سالك لوحده زي الفل، هيروح في 12 قوم ويرجع زي الفل. ده نسميه اي 1. الفرع ده بقى هيقرفني بقى ده معاه، هيقابل مين الاول؟ 3 او اللي فيها اي 2، وبعدين يجي هنا يتقسم ل 4 و 2 صح، وفي تحت كام؟ 6. ويرجع يتجمع ويروح ولا لا؟ قشطه. هو الاميتر فين؟ هنا. حاضر. يبقى الاول 2 و 4 ايه؟ سهلة أو 2 و 4 بارلل مع الستة يعملوا 3. مش 2 و 4 سيريس 6، 6 و 6 بارلل يعملوا 3، 3 و 3 سيريس يعملوا 6. يبقى الفرع اللي فوق كله كام؟ والفرع اللي تحت ب 12. هو عايز ايه؟ If the reading of ammeter ده 1 أمبير، ده كام؟ هو بيقول لي in the opposite figure if the reading of ammeter 1 أمبير. عايز ايه؟ عايز الكرنت اللي في ال 12 ده. مش ده 1 امبير ودول 6؟ لا يا مستر دي 2. لا يا حبيبي، الفرع كله بكام؟ يبقى ده كمان كام؟ ويبقى الكرنت اللي دخل هنا كام؟ قشطه. ويبقى اي 1 في ار 1 يساوي اي 2 في ار 2. اي 2 ب 2 امبير في ار 2 2 و4 ولا 6 ولا 3 ولا الايكويفالنت بتاعهم؟ 6 و6 بارلل يعملوا 3، 3 و3 سيريس يعملوا 6. وهنا اي 1 في 12 ده مع ده يطلع اي 1 ب 1 امبير ولا لا؟ وبعدين بيني وبينك لوجيك ولا لا؟ فرع ب 6 في 2 امبير، يبقى اللي ب 12 في نص الاثنين ولا لا؟ ونص الاثنين كام؟ اللي بعده In the opposite sample electric circuit the ammeter 5 ampere. الاميتر ده
ارى 5 امبير لو الكي كلوز. ما هو لو الكي اوبن يا عم انت مش هيقرا اصلا. اند وين استنى بقى، يبقى ده ارى 5 امبير مش اي مين، طالما ما فيش ار انترنال يساوي في بي على ار او، يبقى في بي بيساوي اي مين في ار او، يبقى بيساوي 5 في ار. الراجل قال كده ولا ايه؟ قال لما ركب ريزيستنس مع الار دي 2 اوم ان سيريس، 2 اوم ان ايه؟ الاي بقى ب 4 امبير. بصوا كلمه ديكريس تو مش ديكريس باي، ديكريس تو يعني وصل الى، فنكتب اللي وصل. مش فاهم يا مستر، يقول لي ديكريس تو 4 يبقى الاي بقى 4، انما لو قال ديكريس باي 4 يبقى كان 5 ناقص 4 يبقى 1، انما هنا قال ديكريس ايه 2، يبقى في بي بيساوي اي في 4. مش الفي بي دي هي الفي بي بس دي ار ايكويفالنت، يبقى دي 4 في ار ايكويفالنت اللي هي ار زائد 2 ولا لا، ويبقى 5 ار مش الفي بي هي الفي بي ما غيرتهاش، يبقى اي في ار يساوي اي في ار ولا لا، يساوي 4 في ار زائد 2، يبقى 5 ار بتساوي 4 ار بلس 8، ودي ده 5 ناقص 4 ب 1 يبقى الار ب 8 او اللي بعده. In the opposite circuit. رائعة. دي واللي جاية بقى دماغ. دي واللي جاية دماغ الدماغ. دماغ ها؟ دماغ. دي واللي جاية. العلامة اهي. ها؟ محتاجة دماغ كده. بيقول لي ايه؟ الاميتر ده ما قراش. برافو. يبقى اكيد اي 1 ار 1 ايكوال اي 2 ار 3 عشان الفي قد الفي. ولا ايه؟ السؤال بقى هنا بيقول لي A1 equal 0، لما قفل ده A1 كان ايه؟ ما اعرفش. يبقى الفي قد. السؤال بقى هنا When the switch K is open، is open هو انا اما افتح ده هو ما كانش فيه كهرباء، اما افتحه ما هو برضه ما فيهوش كهرباء، يبقى الاي هيفضل مكمل ولا لا؟ يبقى الاي ده هينغير في حاجه؟ سؤال بقى ده. سؤال 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 بص بيقول لي ايه؟ اما قفلت، اما قفلت ما اعرفش اي 1 اي 2 يعني ما فيش كهرباء عدت من هنا لهنا ولا لا؟ صح؟ يعني اي 1 كمل هنا؟ ها؟ ما فيش كهرباء عدت، او مش يمكن كان ده اللي يدي ده؟ المهم ما فيش كهرباء عدت لا من ده لده ولا من ده لده، يعني اللي ماشي هنا يفضل مكمل ولا لا؟ لا هينقص منه حته ولا هيجي له حته ولا ايه؟ اما افتح هيفضل مكمل بره، يبقى رينين ايه؟ تاني والنبي تاني. اما قفلت ارى حاجه؟ هو قال لي بزيرو، يبقى لا الكهرباء راحت ولا، يبقى الاي 1 ده وهو ماشي كده وانا قافل ده نقص منه حته؟ جاله حته؟ كويس قوي، يعني مكمل. اما فتحت بقى هيكمل برضه ولا لا؟ ده الاولى انه يكمل صح؟ يبقى الاميتر ده مش هيتغير ولا لا؟ سؤال حلو. اللي بعده بقى ماشي اهو، كي اوبن الاول ماشي. ان ذا اوبس سيركت وات از ذا ريدنج اوف اميتر وين ذا سويتش كي از اوبن، بجد اوبن ماشي، يبقى كهرباء هتمشي 10 30 وترجع صح؟ يبقى 40، يبقى اي مين هو قراءه الاميتر في الحاله دي، لان الكهرباء تمشي كده بس مش تمشي هنا خالص، هيساوي 12 على 40، يعني على الاربعة 3 على 10 يعني 0.3 امبير. ارى هنا كم؟ 0.3 امبير، 0.3 امبير، 0.3 امبير. طب لما اقفل بقى؟ لا استنى بقى اما اقفل، يبقى كان قاري 0.3. اما اقفل دول ايه؟ بارلل مع دي ايه؟ سيريس تمام. 20 في 30 على 20 بلس 30 يطلع 600 على 50 فيها 12 اوم، 12 و10 يبقى 22، ويبقى اي مين يساوي 12 على 22. حلو؟ ده اي مين
ده هيمشي هنا هيجي هنا يتقسم صح؟ يبقى الاي بتاع السيرتي اوم يساوي اي كله 12 على 22 في الريزيستنز مش بتاعتها على مجموعهم 20 و 30. ايه ده كتير قوي، الصفر مع الصفر يطلع 24 على 111. 24 على 111 يا عم زيرو بوينت تو تو. تمام. اللي بعده المسألة دي لو غيرت حاجة واحدة الإجابة تتغير تماما. تخيلوا إيه ولاد أحمد سمير، إيه لو اتغيرت هنا الإجابة تتغير تماما. R internal هنا كاتبها إيكوال إيه؟ زيرو. فيبقى I1 يساوي VB على R صح؟ VB ثابتة ولا لأ؟ وR ثابتة ولا لأ؟ يفضل الاي بتاع الاميتر ثابت ما يتغيرش. ار اس زادت، ار اس قلت، ار اس ولعت، ها اللي هي الريستات دي. يلا في بي على ار الاي اللي داخل، بس اي مين هيزيد؟ اه لو الار قلت، واي مين هيقل؟ اه لو الاس اللي هي الريستات يعني. يبقى الاي مين هيتغير مش هيتغير؟ لو دي قلت اي مين ايه؟ والاي اللي هنا يزيد، انما الاي اللي هنا يفضل ثابت. طب ار دي زادت، ار ايكويفلنت تزيد، فاي مين يقل، والاي اللي داخل هنا هو اللي ايه يقل، انما الاي اللي هنا ثابت. الاي اللي هنا ثابت. ايه ايه تجري بسرعه ليه؟ قرايه الاميتر والاس لا يوجد علاقه. طب لو الاميتر هنا لا طبعا يوجد علاقه، وتبقى علاقه انفرس ليه ولا لا؟ عشان اللي مش فاهمين معلش، زادت قلت، الاي اللي هنا بيساوي ايه؟ الاي اللي هنا يساوي في بي على ار، الار ثابته والفي ثابته، يبقى الاي ودي بقى تزيد تقل تتغير، انا مالي. اللي بعده اللي بعده خطيره، وريني. ادي اي هيجي هنا يتقسم اي 1 اي 2، الكرنت بيفضل يمشي لغاية لما يلاقي حتة او يرجع منها صح؟ ده هيرجع كده على طول ولا لا؟ يبقى الفرع ده الصلاة على النبي سالك لوحده زي الفل، هيروح في 12 اوم ويرجع زي الفل، ده نسميه اي 1. الفرع ده بقى هيقرفني بقى ده معاه، هيقابل مين الاول؟ 3 اوم اللي فيها اي 2، وبعدين يجي هنا يت ايه؟ يتقسم الأربعة واتنين صح؟ وفي تحت كام؟ ست. ويرجع يتجمع ويروح ولا لأ؟ قشطة. هو الأميتر فين؟ هنا. حاضر. يبقى الأول اتنين وأربعة إيه؟ أو أو سهلة أوي، اتنين وأربعة بارلل مع الستة يعملوا تلاتة، مش اتنين وأربعة سيريس ستة، ستة وستة بارلل يعملوا تلاتة، تلاتة وتلاتة سيريس يعملوا ستة. يبقى الفرع اللي فوق كله بكام؟ والفرع اللي تحت ب 12. هو عايز ايه؟ if the reading of ameter ده 1 امبير، ده كام؟ هو بيقول لي in the opposite figure if the reading of ameter 1 امبير. عايز ايه؟ عايز الكرنت اللي في ال 12 ده. مش ده 1 امبير؟ ودول 6؟ لا يا مستر دي 2. لا يا حبيبي الفرع كله بكام؟ يبقى ده كمان كام؟ ويبقى الكرنت اللي دخل هنا كام؟ قشطه. ويبقى اي 1 في ار 1 يساوي اي 2 في ار 2. اي 2 ب 2 امبير في ار 2 2 و4 ولا 6 ولا 3 ولا الايكويفالنت بتاعهم 6 و6 بارلل يعملوا 3، 3 و3 سيريس يعملوا 6. وهنا اي 1 في 12 تمام، ده يطلع اي 1.1 امبير ولا لا؟ وبعدين بيني وبينك لوجيك ولا لا؟ فرع ب 6 في 2 امبير يبقى اللي ب 12 في نص ال 2 ولا لا؟ ونص ال 2 كام؟ اللي بعده
مسألة الاحتمالات، ولينا فيديو خاص جدا في اليوتيوب يا جماعة، سؤال اسمه سؤال الاحتمالات، كيف يمكن تستبعد الاحتمالات الخاطئة فتصل إلى الاحتمال الصح. يلا بيقول لي 1 و 3 و 6، 1 أوم 3 أوم 6 أوم connected together، ما قالش ازاي، بس الـ intensity through them 0.3 أمبير 0.2 أمبير 0.1 أمبير. هات لي الإكويفلنت، مش لما تقول لي هم توصلوا ازاي اقول لك ار إكويفلنت ازاي. ما هي دي سؤال اسمه سؤال الايه الاحتمالات. لما يكونوا ثلاثة ريزيستنس، طبعا احنا عاملنا في الفيديو 1 مسألة حسب الجيفن، احتمالات حسب الجيفن، 2 سؤال حسب الايه المطلوب، حسب يا اما الجيفن الموجود يا اما حسب الريكوايرد المطلوب. كده كده بنمشي ازاي؟ طالما ثلاثة ريزيستنس واحتمالات، ها مش فوازير، ثلاثة ريزيستنس يا اما كله سيريس يا اما كله بارالل، يا اتنين سيريس مع واحدة بارالل، اتنين بارالل مع واحدة ايه سيريس. في المسألة النوع ده هو مديك ار واي، قبل ما تبدأ هات الفي، قبل ما تبدأ هات اي فار، اي فار يبقى 0.3 فولت 0.6 فولت 0.6 فولت. حلو قوي، بقى عندي ار واي وفي كله سيريس. امتى؟ لو الاي اس كونستنت. هنا الاي مش كونستنت، يبقى الاول هترص الاحتمالات، ممكن يا كله سيريس يا كله بارالل، يا اتنين سيريس مع واحده بارالل، يا اتنين بارالل مع واحده ايه. بس للاسف يا اولاد دول كام احتمال؟ برضو دول 8 احتمالات. فين الثمانيه دول يا مستر؟ ده واحد وده واحد، ده تلاتة. ازاي؟ مش احتمال احط هنا يا الواحد يا التلاتة يا الستة، يبقى ده كده كام احتمال؟ وده تلاتة. ازاي مش احتمال احط هنا يا الواحد يا التلاتة يا الستة، بقى عندي تمانية. انت عايزنا نحل تمانية يا راجل يا مفتري؟ لا، انا بقى هستبعد لك منهم ستة، يبقى فاضل لك كام احتمال؟ يبقى هوريك ازاي، مش في الفيزياء اقسم بالله حبيبي عشان خاطري، هوريك ازاي ازاي تخلي الفيزياء تخليك تغير طريقة تفكيرك ويبقى تفكير علمي منطقي. لما الاحتمالات قدامك تكون كتيرة بتوه، اما المشكلة تبقى كبيرة قوي ها بتوه. يا اما قسمها مشاكل صغيرة زي ما عمل كرشوف في الايام الجاية هنشوف، يا اما لا احط احتمالات كلها استبعد الخطأ خالص. يعني انا راجل مثلا مثلا علمي علوم، وحياة أبوك وأمك ينفع في الرغبات أحط هندسة؟ هل ده احتمال وارد يا بابا؟ يبقى استبعده بابا. بتتوه في إيه يا بابا؟ بتتوه نفسك في هندسة عين شمس ولا هندسة المطرية؟ أنت علمي علوم يا قاط. يلا تمن احتمالات كتير قوي يا مستر. يلا منهج علمي بقى، كله سيريس لو الاي اس كونستنت، وهنا الاي مش كونستنت يبقى احتمال السيريس اتلغى، مش دي المذاكره. كله باراليل لو الفي اس كونستنت، الفي مش كونستنت يبقى احتمال الباراليل اتلغى. اتنين سيريس مع واحده باراليل لو اتنين اي زي بعض، مش لما يكونوا سيريس لازم يبقى في اتنين اي زي بعض، هو في اتنين اي زي بعض يبقى احتمال اتنين سيريس مع واحده باراليل ايه، ما فاضلكش غير ايه بس. ده انت قلت ثلاث احتمالات، يبقى حل ثلاث مسائل، هلغي لك منهم واحده دلوقتي. نقرب وبعدين نجرب، نقرب وبعدين. مش دول في زي بعض؟ ايش طيب وارد يبقوا بارل ولا لا؟ تيجي نجرب. يلا ها عرفت ليه جبت الفي؟ يبقى 3 و6 بارل والواحد بر. تيجي نتاكد الكرنت هنا كام؟ 0.3 امبير. لما يتقسم يبقى هنا 0.2 وهنا 0.1، وانا كده صح ولا لا؟ عيدها تاني عشان خاطري، عيدها تاني، عيد الفيديو ده تاني كده هتتمزج من طريقه التفكير. ويا رب تقابلنا واحده بقى تانيه ان شاء الله، هتقابلنا دي اسمها بطريقه الجيفن والتانيه اسمها بطريقه الريكوايرد. بس انت لسه ما حلتش، انا عايز ار ايكويفلنت 3 و6 بارلل يعملوا 2، 2 و1 سيريس يعملوا 3 او اللي بعده. The opposite circuit, the ratio between R1 على يا لهوي R1 على R2
وانا جايبها منين دي يا مستر؟ بص يا ابني، مش ده 5 امبير يا ابني؟ استعمل كل الجيفن، مفيش جيفن ملوش لازمه يا ابني. 5 دخل منهم هنا 1 امبير هو قايل لك، يبقى هنا كام؟ 4 امبير من الخمسة ولا ايه؟ ويبقى I1R1 يساوي I2R2. كويس. ويبقى 1 في R1 بلس R2 إيكوال 4R2. عملت حاجة أنا والله غريبة بجد والله. كمل. يبقى R1 بلس R2 إيكوال 4R2. ودي R2 بالنيجاتيف. النبي اكتب الكلمة دي عندك، اكتب اللي انت عارفه يطلع اللي هو عايزه. انت عارف ان اي مين بتساوي اي 1 بلس اي 2، عندي اي 1 جبت اي 2. انت عارف ان اي في ار ايكوال اي في ار في البارالل، صح؟ المساله اتحلت. يبقى ار 1 ايكوال 4 ار 2 ماينس ار 2 يدي 3 ار 2، صح؟ يبقى ار 1 على ار 2 يدي 3 على اللي بعده. يلا اللي بعده. هانت لسه بيقول لي ايه؟ اف اي 1 ايكوال اي 2، اي 1 ايكوال اي 2 وانت عارف ان هما بارلل، يبقى ار 1 ايكوال ار 2. هسمي دي ار 2 وهسمي دي ار 1. ار 2 تساوي رو ال على ايه؟ رو ال على ايه؟ يبقى رو 3 ال ال ب 2 ال على الاي 2 اي، يبقى رو 3 L over A دي R2، صح؟ R1 حاضر، R1 ده زائد ده ده برو 1 2L على ايه؟ 2L على ايه؟ R2 برو 2 L على 2A، صح؟ استأذنك بس اقدر اكتب دي 2 رو ال على ايه؟ خدت 2 بره. طب ودي اقدر اكتبها نص رو ال على ايه؟ خدت ال 2 اللي تحت بره. ويبقى رو 3 في ال على ايه تساوي 2 رو 1 0 في ال على ايه بلس نص رو 2 في ال على ايه؟ اخد ال على ايه كومن وكنسلها، ويبقى رو 3 بتساوي 2 رو 1 بلس نص رو 2 في كده. رو 3 بتساوي 2 رو 1 بلس نص رو 2، صح؟ اللي بعده اللي بعده مسألة فزلكة شوية، فهنضطر نروح لطريقة النقطة. ماشي، بطارية هو كارنت مين 1 1، طالما ما لقيتش ريزيستنس 1 اخلي دي 2، خلي دي 2 ماشي، تبقى دي 2 تبقى دي تبقى دي. مستر غلط، ما عملتش دي، ما دي فرع فاضي 1. قشطة، يبقى عندي كام نقطة؟ 1 و 2 1 و 2. عندي فيهم كام ريزيستنس؟ ادي ار اشطب عليها، ادي ار اشطب عليها، ادي ار اشطب عليها، 3 ار بارلل ولا لا؟ يبقى ار ايكويفالنت ار على 3، يبقى اي مين هيساوي في بي، ما ادانيش ار انترنال، يبقى ار على 3، يبقى 3 في بي على ده اي مين. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عايز الريشيو بين اي 1 ها و اي 2. الغلطه اللي هتغلطوها يا اولاد، الغلطه اللي هتغلطوها اني هتقول لي اي مين جه هنا يا مستر بص يمشي في الفرع الفاضي، هو ده فرع فاضي؟ لا، الكرنت قبل ما يمشي بايه؟ بيبص، عارف انه لما هيمشي كده هيروح يتقسم اهو، يبقى ده مش فاضي ولا ايه؟ يبقى اي 1 اوعى تقول لي اي مين، اوعى. امال ايه يا مستر؟ عينيا، هيت ايه؟ هيتقسم. هيخش هنا واحده في ار بس، صح؟
استنى هو مش اي مين 3 في بي على ار بيتقسم على 3 بالتساوي يبقى 3 في بي على ار يبقى اوفر 3 عددهم يبقى اي 1 ايكوال اي 2 ايكوال اي 3 اي 1 ايكوال اي 2 ايكوال ايه ايكوال اي مين اوفر 3 يبقى بيساوي 3 في بي على ار ديفايدد 3 يبقى الوحده في بي على مين ار اشطه يلا بينا اي مين هنا ب 3 في بي على مين ار ده اي مين هنا بص لقى واحده هنا هيديها ايه في بي على ار ويتبقى هنا 2 في بي على اللي هيتقسم مش فاهم ولا يهمك دي في بي على ار ودي في بي على ار ودي في بي على ار مش دي اي 1 اي 2 اي 3 مش انت رسمه ما هو عارف يلا اي 1 ده مش هو اللي اتقسم هنا يبقى مجموع الاثنين دول بكام ب 2 في بي على ار او الاي اللي دخل هنا ماينس اي مين مش اي مين كان جاي راح منه هنا في بي على ار فالباقي مش هنا ولا لا يبقى يا اما مجموع الاثنين دول اهو بص هنا يلا يا اما بص هوريك حاجه حلوه قوي ايه رايك كده ده اي 1 والله العظيم ده اي 1 اهو ها ايه رايك حلوه يلا يبقى يا مجموع الاثنين دول يا اما اي مين ناقص اي 1 يبقى 3 في بي على ار ناقص في بي على ار يدي 2 في بي على ايه ار او مجموع الاثنين دول في بي على ار وهنا في بي على ار مجموعهم كام 2 في بي على ار ايه 2 بقى عارف ايه 2 فين عايز اوريه لك انا والله العظيم ده ايه 2 اللي راجع من دي ها مع اللي جاي من دي اهو ده مع ده دخلوا هنا ولا لا يلا يبقى اللي اتجمع من هنا في بي على ار مع اللي اتجمع من هنا في بي على ار يبقى 2 في بي على صح او مش ده اي مين اللي هو بكام 3 في بي على ار صح ها ده اي مين مش الاي وهو جاي هنا اهو ده انا عايز قرايه ده كام زائد في بي على ار اللي هو ده يدي اي مين 3 في بي على ار ها 2 في بي على ار برضه ولا لا يبقى ده 2 في بي على ار وده كمان يبقى الريش 1 2 ايه 1 تمام اللي بعده In the opposite electric circuit, when the value of variable resistance S increase, زادت يلا على مهلك وبالترتيب S زادت R equivalent تزيد صح I mean تقل برافو انا هسمي ده في 1 لو سمحت وهسمي ده في 2 ممكن so في بي اللي بتساوي اي مين الفي اللي خارج من ايه الفي اللي خارج من البطاريه الفي اللي خارج من البطاريه اللي هو بيساوي في 1 بلس في 2 ار ايكويفالنت ار ايكويفالنت زادت واي قلت ها الفي اللي خارجه من البطاريه تزيد بس في هنا حاجه غريبه ان الفي اللي خارجه من البطاريه ثابته يا مستر اصلا يعني مفيش ار انترنال فكانت مكتوب عليها 3 فبتخرج 3 ده اومز لو بقى في الكلوز سيركت والكلام ده ماشي طب لما دي تزيد مش في 1 اللي بيساوي اي 1 ار ايكويفالنت ما بين اس ومين وار 1 مش ده زاد يبقى في 1 ايه وفي ده بيساوي في 1 بلس في 2 دي ثابته دي ايه بطاريه لما ده يزيد ده ايه ليه يا مستر طب ده قل ليه عناي
مش ده بيساوي اي ار2؟ ار2 ثابته واي ال، يبقى الفي2 ده ايه؟ ولما في2 ده يقل في1 ايه؟ ليه يا مستر ليهم عكس بعض؟ لا عشان هما 5 بتساوي 2 زائد 3، لما الاثنين تقل تاني ها 3 تزيد عشان يفضل مجموعه كام؟ 5. يبقى انت متاكد ان في1 زاد؟ متاكد؟ متاكد. مش قرايه الاميتر بتساوي في1 على ار؟ في1 زاد ولا ما زادش؟ ها والار ثابت، يبقى الايه؟ ها تمام. بلاش بلاش يا عم بلاش يا عم، مش ده اسمه في؟ مش الفي بيساوي اي في ار؟ ولادي الار اكثر تاثيرا على الفي ولا لا؟ لما اس تزيد ار كلها تزيد ولا لا؟ مش ار دي، ار كلها. والفي يسمع كلام مين؟ تمام. اللي بعده، انا مش عارف يا جماعه بصراحه والله العظيم، ابعتوا قولوا لي يعني، انا مش عارف السؤال قريته كذا مره، ازاي هاي ثينكينج ازاي كذا، مع اني ده كونسبت في التعليم، ان في البارلل في از، مش ده اللي بنذاكره يا جماعه؟ الفي از ايه والاي بيت على حسب ال ار، على حسب الايه يعني؟ الفي از كونستانت في البارلل، الفي از كونستانت في البارلل، ماشي. يبقى اي اكس بيساوي، مش انت عايز الريش وبين اي اكس على اي واي لاي زد؟ الفي هنا ثابته والفي هنا ثابته، صح كده؟ طيب قولوا لي انتوا يا ولاد، انا من غير ما احل المفروض اقول كده، انا من غير ما احل اصلا، من غير ما احل اقول ايه؟ هتطلع الاجابه على فكره، اهو ده ينفع احط سؤال امتحان؟ بس بصراحه 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 بالشكل ده بصراحه، يعني انا عاجبني السؤال بس انتوا بعتهولنا كتير عشان هم جاوبوا غلط. لا مش اكيد مش غلط، اكيد حصل حاجه شفتات في الاجابه بتاع زي ما بيحصل في اي حاجه اكيد يعني. هو حطه هاي ثينكينج ليه؟ عارف افكر له، احط نفسي مكانه وافكر له ان لو السؤال ده اتحط في الامتحان هيتحط بحيث نو تايم، سؤال اسمه سؤال النو تايم، عشان الواد يعمل ايه؟ ما يلحقش يفكر فيه، فيأثر على سؤال تاني فيلحق ما يحلش امتحان، فاهم؟ بص هنعمل ايه؟ يلا وهو مذاكر بسرعه، الفي از كونستانت والاي بيتقسم على حسب الار، الار الكبيره تاخد اي والار الصغيره تاخد اي كبيره، تاني الار الكبيره تاخد اي صغيره صح، والار الصغيره تاخد اي، يعني اكيد اي اكس اكبر من اي واي اكبر من، لان ار اكس اصغر من ار واي اصغر من، يبقى نقي اكبر حاجه مين؟ وبعديها وبعديها، يلا نبص 2 3 6 غلط، ها صغير وبقى بزيد 1 2 3 غلط، 1 3 2 غلط، يبقى ما قداميش غير الاجابه دي. ده سؤال اسمه النو تايم، ده انا لو حطيته كده. طب لو حطيته ليه وقت للتفكير؟ عرفته ليه؟ لو حطيت اجابات بقى فيها بتزيد 1 2 3 هتحل بقى، انما هنا لو انا حطيته في امتحان هبقى حاطه عشان انا ما ادلكش وقت ليه، زي سؤال جاي بعديه بعد شويه. يلا سيريس بقى، فاهم؟ السؤال اللي جاي بعديه سيريس، انما ده فيبقى اي اكس تو اي واي تو اي زد في على في على في على ار 2 ار 3 ار، يبقى واحد لنص لتلت. هو عامل حسابه ان معانا ادب علوم فمش مديك ده، هتضرب في اي حاجه تقبل الاسم عليهم كلهم، اضرب في 6، 6 في 1 ب 6، 6 في نص ب 3، 6 في تلت ب 2، يبقى 6 3 2، هي دي الاجابه الصح عشان يخليها رقم صحيح يعني. هو ده فكري في السؤال اللي بعده. ناس بس ما بتعرفش اليونتس عشان مش عارفه رسم باين. ويتش جراف، حلو قوي السؤال ده يا جماعه، وانا مجاوبه لكم بقى بموديل انسر روعه. ده كام؟ 80. عامله لكم في الورقه بخط ايدي كده بموديل انسر روعه قوي قوي، انا عجبني شخصيا يعني. بص عامل ايه؟ افترضت ان هنا ار يوستات ب 2 دي، حطيتها عملت جدول بين ار يوستات وبين اي 1 وبين اي 2، يعني ايه؟ حطيت ار يوستات بكام يا عم؟ ب 2.
رحت جايب R equivalent 2 زائد 6 ب 8 و 3 و 3 parallel أصلا ب 2 يبقوا 10. فجبت R equivalent ومثلا حطيت البطارية ب 12 فولت R internal equal 0 قشطة. فعملت ايه بقى؟ يلا حطيت الريستاب بكام؟ جبت R equivalent وقسمت V على R equivalent جبت I1 ده، وبعدين قسمت I1 لهنا وهنا فجبت I مين؟ 2. يبقى لما الريوستات باتنين والبطارية باتناشر، انا بس حبيت اقربها لكم بالارقام اكتر. وبصوا في الموديل، لما الريوستات باتنين والبطارية باتناشر فولت اهي، طلعت ارقف والله. لا اعملها لكم اهي، يلا على مهلكوا جدا عشان ما حدش يقول بنكلفة حاجة. بص عملت ايه؟ ريوستات ار ايكويفلنت اي وان اي تو اتنين، وبعدين اربعة بزود اهو، وبعدين ست على مهلك بقى. دول كده كده باتنين، ممكن اتنين وستة كام؟ تمانية. تمانية لو ريستاب باتنين يبقى ايكوفلنت بعشر. دول كده كده بكام؟ تمانية. تمانية لو ريستاب باربعة اتناشر. يلا ستة، ستة وتمانية اربعتاشر. كده جبت ار ايكوفلنت. لو البطارية بكام؟ باتناشر فولت، اقسم 12 على 10 1.2، 12 على 12 1، 12 على 14 0.86. قشطة. عايز اجيب اي 2 بقى. اي 2 هنا الكرنت كله 1.2 في 6 على 9، وبعدين 1 في 6 على 9، وبعدين 0.86 في 6 على 9 طلع بكام يا عم الحاج؟ اي 2 0.8، وبعدين 0.67، وبعدين 0.57. صلي بينا على النبي. بص هنا بقى، لما الريوستات زادت اهي صح، اي 1 قلت ولا لا؟ هات لي دلتا ده بكام؟ ب 0.2. فرق بينه. طب الفرق ده 0.13، يبقى دلتا اي 1 اكبر من دلتا اي 2 ولا لا؟ الفرق في اي 1 يعني اي 1 بيفرق قوي واي 2 بيفرق شويه صغيرين، يبقى الاجابه دي ما تنفعش. ليه؟ لان الفرق ده قد الفرق ده، الفرق ده قد الفرق ده، الفرق ده قد الفرق ده. دلتا 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 قد دلتا دلتا، ماشي مربعات ثابته. طب وده ما ينفعش ليه؟ لان الفرق ده صغنن قوي، دلتا اي 1 صغننه ودلتا اي 2 كيه، انا عايز دلتا اي 1 هي اللي اكبر، يبقى دي ما تنفعش. طب دي تعال نبص، ده 2 ده دلتا اي 1 ب 2 بيونت 2، فاهم يعني ايه دلتا؟ والله الفرق يعني. وده 1 2 3، يبقى دلتا اي 2 اكبر من دلتا اي 1 برضه؟ لا، يبقى دي ما تنفعش. يبقى اكيد دي ولا لا؟ ليه بقى؟ بص هنا 1 2 3 3 يونت، يبقى دلتا اي 1 3. دلتا اي 1 ايه؟ دلتا اي 1 3. ودلتا اي 2 كام؟ اتغير 2، يبقى فعلا دلتا اي 1 هنا اكبر من دلتا اي 2، يبقى هي الاجابه دي ولا لا؟ اللي بعده يا شباب، اللي بعده ده السؤال اللي قلت لكم هقوله تاني، ها بس ايه سيريس بقى، ده السؤال اللي فاكرين البارالل وبرده كاتب هاي ثينكينج، فالمفروض اقول له ايه في السيريس؟ الاي از والفي هو اللي بيت ايه على حسب الايه؟ يبقى اكبر في يا مين؟ اكيد. مش احنا قلنا اي ار محتاجه في عشان تمشي اي؟ فاكرين الشرح ولا ايه؟ الحصه الاولى سهله، الثانيه لقيت في غبوات، الثالثه في غبوات اكتر، عشان افضل احمد سمير في الثلاثه لازم ابذل مجهود اكبر ولا لا؟ يبقى المفروض انقي الفي بتاعت الزد الاكبر. يلا اكبر زد اهي، مفيش حاجه تاني يعني، دي غلط ودي غلط ودي غلط، مش دي اكبر زد اهو. بص 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 بص، هنا مفيش اكبر منها، لا هنا في اكبر يبقى دي غلط، هنا ايكوال غلط، هنا اصغر واحده غلط صح؟ ما انا المفروض انقي في زد اكبر ولا ايه؟ انا همشي بالكبير زي ما مشيت هناك برضه بالكبير صح ولا لا؟ يبقى الاجابه ايه؟ طب اكاديميك عينيا، في اكس تو في واي تو في زد اي ار اكس اي ار واي اي ار زد
اش تو باي لان الاي از يبقى ار تو 2 ار تو 3 ار يبقى 1 تو 2 تو ايه اللي بعده. لها بطريقه اكاديميك قوي ده في بي الكي اوبند حلوه قوي الواحده بار ار وار يبقى باتنين ار مش الكهرباء هتمشي كده وتلاقي ده مفتوح ترجع كده اهو يبقى ار ايكويفالنت باتنين ار ار زائد ار دول لهم المتكافئه يبقى اي مين يساوي في بي على ار ايكويفالنت يعني نص في بي على مين ار صح هنا مشي نص في بي على ار وهنا مشي نص في بي على ار واللومه اتنورت وزي الفل. بيقول لي ايه بقى دول 3 ايدنتيكال ريزيستنس ار كونكتد ان سورس لومه بقى ريزيستنس وات ايفر لما اقفل المفتاح هو قال ايدنتيكال ريزيست ايه اللي هيحصل لكل من الاي عيني انا ده والمفتاح ايه اوبند والمفتاح كلوزد بقى لا يا عم ار ايكويفالنت هتساوي ار وار بارلل يبقى ار على 2 بلس ار اللي بره ايه ده دي بقت 1.5 ار بدل ما كانت 2 ار قلت بقت 1.5 يبقى اكيد اي مين هت ايه ماشي اي مين هتساوي في بي على 3 على 2 ار اللي هي هتساوي 2 على 3 اوفر الاوفر في بي على ار استنى هو اي مين ماشي فوق ولا تحت ولا في الاثنين انما اي مين ماشي هنا ولا لا كان نص وبقى 3 على سوري 2 على 3 كان نص وبقى تلتين يبقى الاي هنا زاد ولا ما زادش زي هنا كان نص صح بس بقى اللي داخل هنا 2 على 3 في بي على مين تلتين قم تلت يخش هنا وتلت يخش هنا ولا لا يبقى هنا كان نص وبقى تلتين هنا كان نص وبقى تلت يبقى اكيد الاي هنا قل ولا لا يبقى اي في الار زاد واي في الكيو قل وفي البي ما كانش فيه اي ده اتوجد فيها اي يبقى الار ديكريز لا الار ديكريز لا الار انكريز اه ها والكيو ديكريز اه اللي بعده ها بص السؤال وسط اسئله زحمه حلو السؤال ده واير اي بي حاضر واير اي بي اي بي داخل له 3 ملي امبير حاضر 3 ملي امبير ذا واير جيتس كونكتد ان بارلل حاضر وذ انذر واير اوف سيم ماتيريال نفس الريزستيفيتي ونفس اللينس كتر خيرك يا عم بات هاز ا دايامتر 3 تايمز استنى بقى يبقى لو A1 ده واير 1 وده واير 2 لو A1 ب A A2 ايكوال الدايامتر تريبل 3 تايمز يبقى الراديوس 3 تايمز 3 سكوير ب 9 يبقى 9A يبقى انت ما اتفرجتش على الفيديوهات بتاعت الحصه الايه الدرس الاول ارجع بقى في 4 فيديوهات كده ولا حاجه على فيديوهات الايه الدرس الاول ماشي سيم ماتيريال اند سيم لينس دايمتر كذا بيقول لي as large as the first wire AB so the current intensity which is required to keep يقول لي بقى توصل بارل خلاص pass for keeping is a potential difference عايز الاي ده اللي يخلي الفي هنا ثابت between the terminals of AB مش فاهم حاجه يا مستر بتقول ايه حاضر انت الكرنت كان كام 3 ملي امبير كان داخل هنا بس ولا لا كان ايه هنا بس وصلت بيه واير تاني بيقول لي بقى هات لي الكرنت كله بقى يعني هنا كان داخل 3 ملي امبير كلهم دخلوا هنا هات لي الكرنت الجديد اللي لما يخش هنا
يفضل هنا 3 مللي. لا مستر، هو ما قالش الاي يفضل ثابت، قال الفي يفضل ثابت. ما هي دي التركه اللي انت مش فاهمها. هو عشان الفي ده يفضل ثابت، في اي بي يفضل ثابت، هي دي التركه. لو فهمتها، لو فهمتها مسألة خلصت. هو عشان الفي اي بي يفضل ثابت، هو الفي بيساوي يا حبيبي الارض اتغيرت يا حبيبي، يبقى لازم الاي كمان ما تت ايه. فهمت هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك كان داخل 3 كلهم راحوا هنا، 3 مللي يعني، ماشي 3 مللي كلهم راحوا هنا، وصلت بواحد تاني، هات لي بقى الاي اللي يتحط هنا عشان يفضل الفي هنا ثابت. ما الفي هنا عشان يفضل ثابت لازم الار وهي ثابته يفضل الاي ثابت. فهنقول له اي 1 ار 1 تساوي اي 2 ار 2، يبقى 3 في ار 1 تساوي اي 2 في ار 2. ويبقى انا عايز ايه؟ اي 2 اللي اجمعه مع الثري يطلع لي الاي اللي هنا ولا لا؟ عشان لما يخش يخش هنا 3 يفضل ثابت مع الار. يبقى 3 في رو ال على اي 1 تساوي اي 2 في ها رو ال على اي 2. اقدر اكنسل رو ال مع رو ال ولا لا؟ ويبقى 3 في 1 على اي، مش اي 1 بايه، تساوي اي 2 في يا لعيب 1 على 9 ايه يا لعيب، كنسل ايه مع، يبقى 3 بتساوي اي 2 على 9، يعني اي 2 يطلع 27 ملي امبير. جبت ده 27 ملي امبير. يبقى انا محتاج هنا كام؟ 30 ملي امبير. ليه؟ عشان يخش منهم هنا 3 فيخش هنا 27، فيفضل اي في ار قد اي في ار، ويفضل الاي ثابت لما الار ثابته فيفضل الفي ثابته ولا لا؟ يبقى انا محتاج كله كام؟ 30 ملي امبير. بس بما اني ما فيش ملي امبير اضرب في 10 باور نيجاتيف 3 يطلع 0.03 امبير. تمام؟ مساله حلوه قوي. Two wires A and B which have same length are made of same material. Same length, same material. Same length, same material. Cross sectional area A is double B. كتر خيرك، يبقى A A 2A لما A B ب A. The two wires are connected together in parallel and the electric current when the circuit is closed, the intensity of the passing current in the circuit becomes 3 ampere. So the current intensity through each them IA and IB respectively. حاضر يا عم. ايه الصداع ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بيقول لي دي ار 1 ودي ار 2، ايه الصداع ده يا عم؟ A و B، A و B. بيقول لي the two wires connected together in parallel لما الدايرة اتقفلت ال intensity passing in the circuit becomes 3 ampere، يعني ده 3 ampere. فهو عايز اي اي واي بي. ايه ده؟ ايه بجد؟ اه والله. ماشي، مش ار 1 على ار 2 ها بتساوي رو ال اي على رو ال اي 1 2 1 2 2 1 اه عشان نفس اللينس، يبقى ايه على 2 اي صح؟ يبقى ار 1 على ار 2 بتساوي 1 على 2 اه، يبقى R2 بتساوي 2 R1. R2 بتساوي بمنتهى البساطة بقى، وصلت لكده؟ يبقى دي R1 ودي 2 RA وده كله كام؟ 3 أمبير صح؟ يبقى IA IB IA ساوي الكرنت كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعهم يطلع 2 امبير. اي بي الكرنت كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعهم، مجموعهم ايه؟ 2 ار زائد ار، 1 امبير. هو عايز ايه؟ اي اي اند اي بي 2 امبير و1 امبير. ايه الصداع ده؟ بتصدع ده؟ لف لي لفه غريبه، انا حسيت ان المساله مهمه يا. يلا شباب، electric of intensity نفس المسألة بتاعت 3 ملي أمبير نفسها،
بص بيقول لي ايه؟ واير 8 ملي امبير. حلو، نفس المساله بس عكسها بقى. في المساله اللي هناك عمل ايه؟ اداك ريزيستنس صح؟ ها، وقال لك هات لي الاي اللي يخش يثبت الفي. هنا بقى بص هيعمل ايه؟ واير اي بي هيوصله بنفس الواير من نفس اللينس نفس الماده بس الاريا مختلفه. ما قالش الاريا كام بقى هناك، كان ايه؟ قال لما حب يثبت الفي اضطر يدخل 10 ملي امبير. وحيات ابوك، هنا قصده يثبت في ولا يثبت اي؟ ليه؟ لان الفي يساوي اي ار، وبما ان الار ثابته لازم الاي تبقى، وانا عرفت ان هنا دخل 8 وهيفضل، ولما يخش هنا 10 تعرف ايه؟ تاني انت عرفت ان هنا 8 وهيفضل 8، فاضطريت عشان اثبت الفي ادخل في الماسوره العموميه كام؟ لما يخش منهم هنا يخش هنا. فهمت استفدت ايه؟ يا رب. ويبقى اي في ار ايكوال اي في ايه؟ يبقى ار 1 في 8 يساوي ار 2 في 2. مستر جبت التو دي منين؟ حبيبي بيقول لك هنا كان في 8. مستر ما هو ما قالش هيفضل 8، ده هو قال هيدخل 10. هيدخل 10 عشان الفي يفضل ثابت. يا مستر قال الفي يفضل ثابت مش الاي يفضل ثابت. ما هو عشان الفي يفضل ثابت والار ثابته لازم الاي يفضل، وعشان لما يخش هنا 10 يخش هنا 8 تعرف ان هنا 2. ويبقى R1 على R2 بيساوي 2 على 8 يعني 1 على 4 صح؟ مش دي رو ال A على رو ال A 1 2 1 2 2 1. قال لي نفس المادة ونفس اللينس، يبقى A2 على A1 يساوي 1 على 4، يبقى باي R2 سكوير على باي R1 سكوير 1 على 4. الباي باي باي واعمل سكوير، يبقى R2 على R1 1 على 2، بس هو عايز R1 على R2. دي R2 على R1، يبقى R1 على R2 ب2 على كام؟ 1. اللي بعده يا شباب، بص بس خدتش بالك من حاجة عبيطة تلبسك في حيطة؟ تخيل الآي هنا ده الآي صح؟ الآي خارج من البطارية، هيتقسم ولا لأ؟ قبل ما يمشي بيه هيشوف الفرع اللي فوق بكام؟ تحت 12 برضه جدع 12 و12، يبقى ده اي على 2 وده اي على 2 نص ونص. بس هي دي، انت ما خدتش بالك بس ان 9 وال3 12 حاجه كده بقى. يعني طبعا طبعا انا عارف ان ولادي اللي بيتابعوني دلوقتي مش عايزين كل الاسئله دي، وحتى اللي بيتفرج كتر الف خير، وحتى لو مش عايز السؤال ده يقول لك يمكن يقوله بطريقه تانية، وهو ده اللي فارق معانا، ان احنا بنقعد نذاكر، محدش يستعيب حاجه. بنقعد نذاكر ليه؟ عشان ما نحلش حل تقليدي، ده واحد. اتنين، نحل الحل التقليدي ومع الحل الاكاديميك ماشي، ومعاه بقى الحلول اللي ممكن تيجي منك. فبدل ما تقول لي ايه ينفع انا احل كده، لا انا بقول لك ينفع كده وكده وكده. طبعا الاكاديميك هنا اعمل ايه؟ الاكاديميك هنا اجيب ار ايكويفالنت، حلو، واقسم في على ار ايكويفالنت اجيب اي مين، برافو. بس الحل اللوجيك يقول ايه؟ بص كده معايا ار 1 وار 2 قشطه. بص الجمال، بيقول لي ار 1 فيها 2 امبير، ار 1 فيها كام؟ 2 امبير. قوم لما الار تزيد الضعف وهما بارلل، الاي ال الايه؟ النص. مش ده في ده، مش اي 1 R1 equal I2 R2، يبقى 2 في R1 تساوي I2 في R2 بكام؟ 2 R1 صح؟ كنسل R1 مع، يبقى 2 I2 بيساوي 2، يبقى I2 1 أمبير، يبقى ده 1 أمبير. وتبقى قراية الأميتر VB على ها R equivalent plus R internal. طب ما انا ما عنديش مين؟ ها؟ R internal صح ولا لا؟ بيقول لي بكام؟ ما قاليش بكذا، حلو قوي. يبقى R equivalent بكام؟ 12 على كام؟
على الاي اللي طلع 1 و2 3 يطلع 4 اوم. هو عايز ايه بقى؟ الايكويفالنت ريزيستنس. فهمت بقى؟ ها فهمت هو بيوديك في سكه ايه وانت المفروض تروح فين؟ يلا نتوكل على الله. The reading of a meter in the opposite circuit is knowing that the resistance of a meter is negligible. ترك عبيطة قوي. بص هيجي هنا يبص صح ولا لا؟ هيبص هيلاقي ثلاث فروع قشطه، فرع في 2 اوم، فرع في 2 اوم، فرع فاضي، يمشي فين؟ في الفاضي. يعني الاثنين والاثنين دي اتلغت ولا لا؟ ليه؟ اتنين بارلل الاثنين يدي واحد، واحد بارلل لزيرو يدي زيرو، او زيرو في واحد على زيرو بلس واحد يدي زيرو، او الكرنت قبل ما يمشي بايه؟ بيبص يلاقي الطريق فاضي يمشي فيه ولا لا؟ يبقى دي اتلغت ودي اتلغت وهيكمل كده، وتلاتة واتنين خمسة، ويبقى الاي بيساوي في بي على خمسة زائد زيرو اللي هي ار انترنال يساوي 2.4 امبير. اللي بعده نبص كده بيقول لي ايه؟ ان ذا الكتريك سيركت شون ان ذا فيجر ذا الكتريك كارنت ثرو ذا باتري بيكمس مينيمم. حط خطين تحت مني، خطين مش خط واحد. انت عايز اقل اي، اقل اي والفي بي كونستنت يبقى اعلى مين؟ ار ايكويفالنت، صح ولا لا؟ امشي يلا اقفل لي 1 بس، 1 بس، اقفل كل مفتاح لوحده. لو قفلت 1 بس هقابل ار وارجع ولا لا؟ يبقى لو قفلت 1 هقابل ار. حلو قوي. قفلت 2 بس يلا هاجي هنا، مش هعرف امشي هنا ولا هعرف امشي هنا مفتوح ولا هعرف امشي هنا مفتوح، صح؟ فهضطر امشي هنا. لو قفلت 2 هقابل ار وار وارجع، قشطه. يبقى في 2 هقابل 2 ار، ار بلس ار. في 3 مش هعرف امشي هنا مفتوح 2، مش هعرف امشي هنا مفتوح، فهضطر امشي كده، مش هعرف امشي هنا فهضطر امشي كده، صح؟ هقابل مين؟ يبقى في 3 هقابل ار. في 4 يلا همشي كده، مش هعرف امشي من هنا ولا من هنا ولا من هنا، فهضطر اكمل كده عشان فور ده اللي مقفول، بس هقابل زيرو. يبقى اقل اي عند اعلى ار لما المفتاح يبقى عنده ار ايكويفالنت تو ار، يبقى الاجابه 2. اللي بعد بيقول لي مين في دول؟ مين في دول؟ اقرا كويس. In which of the following electric circuit each of two bulbs can switch it on or switch it off individual. يعني ايه؟ يعني كل لمبه ليها مفتاح، كل لمبه ليها ايه؟ ملهاش دعوه. يعني ايه؟ يعني بص، يعني لو قفلت مفتاح واحد شغل لمبه واحده، فتحت مفتاح واحد شغل لمبه، قول لي كده المفتاح ده يشغل اللمبه دي، بس المفتاح ده يشغل لمبتين؟ لا، هو عايز كل مفتاح يشغل لمبه ايه؟ هنا المفتاح ده، ما خلاص في المين، اي مفتاح في المين يشغل اللمبتين، وهو عايز لكل لمبه ايه؟ ده ما يبقى ما فيش غير ده يا جماعه، ما فيش. نبص كده هنا المفتاح ده يشغل دي او يفصلها، ودايما يشغل دي او، ما هي دي كانها في الفرع ده. طالما ما فيش مفتاح، اسال سؤال جامد، لو نقلت المفتاح ده هنا تبقى غلط كده، كل مفتاح يشغل لمبه ولا لا؟ تبقى الاجابه دي. هنكمل ان شاء الله في فيديو اخر. اشوفكم على خير، شد حيلكم، سلام عليكم.